لليوم التاسع على التوالي. تستمر التظاهرات في العراق، ثاني أكبر منتج للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، احتجاجا على تردي الخدمات وتدني مستوى المعيشة بفعل الفساد المتفشي في مفاصل الدولة ومؤسساتها. التظاهرات التي اجتاحت محافظات النجف والبصرة والمثنى والديوانية وكربلاء قوبلت بحسم من قبل قوات الشرطة وقوات مكافحة الشغب، أدى إلى مصرع عدد من المتظاهرين ممن حاولوا اقتحام المنشآت الحكومية ومقر الأحزاب النافذة في الدولة كحزب الدعوة والفضيلة وبدر. وفي محافظة البصرة النفطية أقدمت الشرطة العراقية على حماية أهم منشآت المحافظة عبر تفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا عند المدخل الرئيس لحقل الزبير النفطي الذي تديره شركة إيني الإيطالية. قيادة العمليات المشتركة في العراق طالبت المتظاهرين بضبط النفس ودعم القوات الأمنية وضرورة الإبلاغ عن المندسين والعابثين بالممتلكات العامة والخاصة. نعلن عزمنا على حماية تلك التظاهرات من كيد المندسين الذين يحاولون العبث بأمن وسلامة المتظاهرين ومؤسسات الدولة بكل تفاصيلها، وكلنا ثقة أن المواطن المتظاهر حريص كما نحن على أمنه وأمن البلد. ممن يريدون حرث هذه التظاهرات والعملية الديمقراطية، تلك الأيدي الممتدة للعبث بأمن مواطنينا المتظاهرين ومؤسسات الشعب لن نتهاون في التعامل معها. مئات الآلاف من الدولارات كانت حصيلة خسائر أصحاب الشركات داخل العاصمة بغداد بعد توقف خدمة الإنترنت لمدة 3 أيام متتالية جراء مواجهات إلكترونية مع المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى شلل تام في قطاع الخدمات الإلكترونية. محللون في الداخل العراقي والخارج يؤكدون أن سياسة إطلاق المسكنات التي تتبعها الحكومة الاتحادية لن تجدي نفعا حيال موجة تظاهرات بحجم تلك التي اجتاحت الجنوب، مؤكدين أن قمع التظاهرات وقطع الكهرباء والإنترنت ربما يدفع بالتظاهرات باتجاه العاصمة بغداد، وهو الأمر الذي لا يمكن للحكومة العراقية توقع عواقبه.